صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 56 لسنة 2022 بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية، وذلك بناء على ترشيح وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يعين السفير الدكتور محمد عبد الغفار عبد الله رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية بلقب سفير فوق العادة مفوض.